إذا سامعين عم بيزيعوا حدا توفى، مذكرين أيام باب الحارة وهيك بيزيعوا بالجامع إذا حدا توفى ما بيلزقوا ورق نعوة وهيك لأنه مثل ضيع يعني، فبيطلعوا بيزيعوا مين توفى وبيقرأ أول شي قرآن قبل ما يزيعوا مين توفى، وبيقولوا أنه وين التعزية وأي ساعة وتفاصيل العزاء وكله الجنازة. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. اليوم عم بعمل أكلة يخنة الحمص وحابة شاركها معكم. امشوا سوا لنشوف. هون بلشت أسلق اللحمة، أنا بسلق اللحمة برجع بقليها شوي بالزيت، وهون الحمص جاهز عندي. أنا بسلق الكيس كله بقسمهم طبخات بالفريزر، فهذا الحمص مسلوق خالص. هلأ بس تخلص اللحمة رح طبق الطبخة دغري. فرمت بصلة كبيرة، وعندي بندورة اللي عملناه هون أنا وياكم بالفيديو القديم، أخذت منه نص مرتبان صغير وحأفرمهم وحطهم باليخنة بس نخلص. في هذا المسحوق الأزرق بتجيبه من البيم من شوك، بتطصه شوي على أي محل زفر، على طناجر، على الساب، على الرخام، وين ما كان عندكم، على الغاز، أي محل عليه زفر، ما في داعي تحفه بالسيفة، فبس هيك بترشه شوي وبتتركوه شي 5 دقايق 10 دقايق، وبعدين حفريكم اخر الفيديو كيف حمسح دغري بدون حف وبدون سيف وبدون شي. وهلا من بعد ما استوت اللحمه شلتها على جنب، وكمان شلت المرقه على جنب، هلا حطيت زبده وحقلي البصلات وارجع قلي اللحمه معه. وهيك صارت الأكلة عنا جاهزة، أخذت معي تقريبا شي ربع ساعة بس هي مدة سلق اللحمة، والباقي كان كله جاهز. عن جد أكلة هينة، وعم بنصحكم هيك تضلوا مخلين حمص بالفريزر إذا بتحبوا الحمص، وحتى الفاصوليا كمان تنسلق وتنحط بالفريزر هيك، خصوصي للي بيشتغلوا نسوان اللي بيشتغلوا هيك بتطلعوا دغري الاكله لبل ما تنسلق اللحمه، وهيك بتكونوا مثلا فرمتوا البصل، البندوره، حضرتوا الاشياء تعول الاكله، فلفلتوا الرز، فما بتعود بتاخذ معكم وقت كتير. وهي النهوت الحمص جاهز معه فلفلة برغل، جوزي بيحب البرغل اكتر من الرز. هلا هون شوفوا كيف نعم نمسحهم مسح، بمسحهم اول شيء حامسحهم بالكليناكس، شوفوا كيف بالكليناكس عم يطلعوا، لا حف ولا سيفه ولا اي شيء. هيدا عن جد دلتني عليه بنت حمايه ما كنت بعرف فيه،
قالت لي ليه بتقعدي بتحفي وبتشتغلي وبتعذبي حالك؟ في سبراي بالبيم بشوك باليوزبير وين ما كان بتجيبيه ودغري بتطصي شوي 5 دقايق دغري كله بيطلع. وفعلا ها هلا شلتهم بالكليناكس، هلا بدي امسحها بالليفه. جبت شقفه نظيفه وحطيت عليها شويه صابون، رح افرك ليفها هيك بهالطريقه. وهيدا المشهد الاخير للساب، ليكو كيف صارت. بفضل هيدا الشيء الازرق. وكمان بدي اخبركم عن هول شقف المايكروفايبر، بتلاقوهم بالبيم وشوك وهول المحلات المعروفة. كتير منيح للتمسيح الغبرة للمطبخ، خصوصي للشبابيك بجننوا عن جد، ما لا بيمشحوا ولا بيعملوا شيء. كتير بنصحكم فيهم. كيس بيجي بقلبه يا 4 يا 5 قطع، حقه 16-17 ليرة، بس كتير كتير بيريحوا بالشغل وكتير يعني بيسهلوا الشغل. مرحبا مرة تانية، حابة شارك معكم تجربتي بالامتحان النظري بتركيا. مثل ما حكيتكم بفيديو سابق انه انا تسجلت بالمدرسة السورية الاولى فوق الصباح، مطعم الصباح يعني، بمنطقة المزتلي. ناس كتير اخلاق وكتير اوادم، عن جد انا بنصحكم تسجلوا بهيدي المدرسة. ليه؟ لأنه صار معي شغلة أنه أنا مرض ابني وإجا اسمي بنفس الفترة اللي كان فيها ابني بالمستشفى، ولحالهم بس قلت لهم ابني مريض بالمستشفى لحالهم أجلوا لي الامتحان وحطوا لي مرة تانية. وبس لما حكيتهم أنه ابني راق وهيك رجعوا دغري لحالهم كمان قدموا لي على الامتحان، وإجا الامتحان دغري ما أخذ وقت كتير. هو تقريبا بالحالات يعني العادية بياخد تقريبا شي شهر ليجي اسمك بالامتحان، اكيد حسب كل محافظة وقد في ضغط عليه. المعلمة كتير بتشرح بطريقة كتير حلوة، بس للأسف انا ما قدرت احضر الدروس معها لانه كان مثل ما بتعرفوا انه في بيبي وهيك. جربت احضر مرتين الصف بس للأسف ابني كتير عذبني فاضطريت احضر الدروس اونلاين. الدروس اونلاين حضرت مع استاذ كتير قبضاي، بتحضروا اسمه هاني حسروني على اليوتيوب. فيها منزل فيديو اسمه اهم الاسئلة النظرية انه المتكررة وهيك، الاسئلة النظرية الاكثر تكرارا اسمه الفيديو. حضرته انا ورايحة على الطريق على الامتحان، وفعلا اجا تقريبا شي 10 أو 15 سؤال، شي 10-15 سؤال تقريبا اجوا من هيدا الفيديو. انا ما كنت محضرك حالي ابدا للامتحان ولا كنت دارسة، بس حضرت الفيديو تاع هاني حصروني هيك قبل بيومين ثلاثة، وبنفس اليوم حضرت هيدا الفيديو اللي قلت لكم عليه وجبت الحمد لله نجحت على الحف. نجحت بس نجحت، جبت 70 من 100. هن 50 سؤال، كل سؤال عليه علامتين، بس العلامة النجاح هي مش 50%، هي لازم تكون 70% للواحد ينجح. والامتحان منه هين ابدا، وبده درس كتير وبده تحضر فيديوهات كتير او بده كمان تقرأ، لانه الامتحان النظري هو عبارة عن اسعافات اولية، ميكانيك، ترافيك. الاسعافات الاولية هو شيء كتير صعب لانه بتحس حالك عشوائي، يعني فايت تدرس تعمل امتحان طب، يعني اشياء منا مرقة معنا بالحياة اليومية وهيك. اما الميكانيك اللي بيسوق من قبل فكله بيمارق معه، ميكانيك ترافيك وهي ممكن يكونوا مارقين معك من خلال تجربتك للسواقة. هلا يوم الامتحان قبل بيوم بيدقولنا بيعطونا مثل الكرت بطاقة انه هيدي بطاقة الامتحان تعيتك، مكتوب عليها رقم الصالة واي ساعة الامتحان. تاني يوم نروح على المركز بفوتونا قبل، لازم تكونوا هناك قبل تقريبا ربع ساعة من وقت الامتحان، بتفوتوا بتفرجوا الكملك تاعكم او الاقامة تعيتكم والبطاقة اللي معكم، وبتفوتوا على صالة الامتحان. على صالة الامتحان بس تفوتوا على كل الكمبيوتر
مكتوب اسمكن على الشاشة، يعني ما فيكن تعدوا انتو اي محل بتكون ياه، بتفوتوا بتعدوا على الاسم اللي اسمك، يعني اسمك المحطوط على الشاشة، بتقعد وبتنطر ليقلك الاستاذ سيناف باشلده او سينافا باشلا، يعني بلش الامتحان، ابدأ الامتحان، بتفوت على الامتحان. للي ما بيعرفوا تركي ما تعطلوا هم، الامتحان مترجم باللغة العربية. كل امتحان كل سؤال محطوط تحته اللغة العربية، فبتضغط انت اللغة العربية بيطلع لك على طرف الشاشة الاسئلة باللغة العربية، بتحفظ انت الاختيار اللي بدك اياه، مثلا دال دي، بتحفظ وبتسكر الشاشة وبترجع بتنقي دي. تحت محطوط 50 سيركل مرقمين 1 2 3، كل دائرة محطوط فيها الاختيار اللي انت اخترته. بس تخلص الامتحان فيك ترجع تعيد نظر، يعني مش انه خلاص بيخلص وتسكرت الشاشة وخلص، لا، اذا معك بعد وقت فيك تراجع اجوبتك لبال ما يخلص الامتحان. وبس يخلص الامتحان، مثلا لنقول الامتحان بيخلص الساعة 9:15، اوكي 9:15 بتطلع النتيجة، يعني انت اذا خلصت امتحانك 9:00 وطلعت ما بيحطوا لك النتيجة ليخلصوا كل اللي كانوا عم يعملوا الامتحان معك امتحانهم ليخلص الوقت. 9:15 بيكونوا بعتين لك لينك يا من المدرسة يا هن من المحل ما بتعمل الاختبار، بيكونوا بعتين لك لينك، بتفوت على هيدا اللينك، بتحط رقم الكم بتاعك، فبيطلع معك اذا انت ناجح ولا صارت. واذا في حال سقطت تقدر ترجع تعيد الامتحان بعد تقريبا اسبوعين او ثلاثة، بترجع بتدرس من اول وجديد، بترجع بتعيد الامتحان. هيدي هي كانت تجربتي للامتحان النظري، كنت كتير مرعوبة وخايفة كأني فايتة على امتحان جامعة، بس بنفس الوقت حلو الحمد لله قطعت. هلا ناطر الامتحان العملي، الامتحان العملي عم يقولوا لي كمان هيدا اصعب واصعب، لانه كتير بدققوا على السونتي على الملي عم بدققوا، فالله يستر وينجحنا، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وبتمنى لكم يوم سعيد، وبقلكم جروشروس.